طلبة الصف الرابع، ازيكم يا ابني؟ عاملين ايه؟ مكملين مراجعة يا ولاد من كتاب الأضواء صفحة 255، اختبار رقم 10 على الفصل الدراسي الثاني. الكسر اللي قدام يا ولاد، عندك 2 وتمن بيكافئ نقط. العدد الكسري 2 وتمن بيكافئ نقط، يكافئ مين في الاختيارات؟ انت ممكن ان انت تحولها يعني من عدد كسري الى عدد غير حقيقي. 2 في 8 في 16، 1 في 17، يبقى انت بتضرب العدد الصحيح في المقام وتزود عليه البسط. مستطيل طوله 20 سنتيمتر وعرضه 4 سنتيمتر، فإن الطول، الطول بيساوي نص المحيط ناقص العرض، يعني تجيب نص العشرين دي وتطرح منه العرض. نص العشرين 10، 10 ناقص 4 يعطيك 6 نقط ناتجة من التقاء شعاعين لهما نفس البداية. الزاوية بتنتج من التقاء شعاعين لهما نفس البداية، أو ممكن أقول الزاوية عبارة عن اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. هنا 2 على 3 بيساوي نقط على 12، بضرب بس المقام في 4، 3 في 4 ب12 و2 في 4 ب8. الصيغة القياسية التي تكافئ الصيغة الممتدة 8 و8 أجزاء من 100. 8 و8 جزء من 100، اختار أنهي واحدة يا ولاد؟ دي 8 و8 جزء من 10، مينفعش ناخدها. وهنا 8 جزء من 10، مينفعش ناخدها. وهنا العدد 8 و8 أجزاء من 100 موجودة، هنا اختارها. لكن الأولانية دي 8 و80 جزء من 100، 88 جزء من 100. لكن هقول لك 8 و8 أجزاء من 100، يبقى 8 صحيح و8 جزء من 100، شايفينها؟ طيب الكسر العشري 0 علامة 7 يكافئ الكسر ذاتي، ادي نقط. 7 جزء من 10 تكافئ مين؟ 7 على 10. طب فين 7 على 10؟ مش موجودة، ولكن هو جايب صورة مكافئة اللي هي 70 على 100، لأن 7 على 10 ممكن تحولها عن طريق ضرب البسط والمقام في كام؟ في 10، فاسمها صورة مكافئة. 7 زائد 8 من 10 زائد 9 من 100، هنا هنجمعهم، 7 صحيح و8 جزء من 10 و9 جزء من 100. وهنا العدد 78 و9 من 100، يبقى 78 أكتر من 7، هي الكبيرة. قياس الزاوية نقط يكون أكبر من 90 وأقل من 180. الزاوية مين يا ولاد؟ المنفرجة. المنفرجة قياسها أكبر من 90 وأقل من 180. الزاوية القائمة بيكون قياسها 90 درجة، والزاوية الحادة قياسها أكبر من 0 وأقل من 90. هنا بيقول لي 1 زائد 3/4 اللي هي 1 و3/4. طيب ممكن نكتبها ازاي؟ نقول 1 كده وجنبها 3/4، وممكن نحولها لصورة كسر عادي. نضرب الـ1 في 4 بـ4 و3 7، صورة عدد غير حقيقي. ممكن تقول 1 و3/4 1 و75 من 100، فهمتوا؟ يبقى 1 زائد 3/4 اللي هي 1 و3/4، خلاص تكتب 1 و3/4 اللي هي تكافئ 7 على 4 أو 1 و75 من 100. 3 صور يعني 3 إجابات صح. 7 و3/3 من 10، نكتب 7 صحيح و3 جزء من 10. هنا 20 على 25، هنقسم بس المقام على 5، 25 على 5 فـ5، 20 على 5 فـ4، يبقى نكتب هنا فوق بـ4 يا ولاد، الناتج بتاعنا 4، قسمنا بس المقام على 5. كسر الوحدة الذي يكون منه الكسر 7 أجزاء هو، هو 7 على 9. كسر الوحدة الذي يكون منه الكسر 7 أجزاء هو، مين هو كسر الوحدة اللي بيتكون منه الكسر 7 أجزاء؟ اللي هو طبعا ايه؟ 9. فهمتوا يا ولاد؟ بيتكلم عن كسر ايه؟ الوحدة الذي يكون منه الكسر 7 أجزاء. 7 أجزاء بنكون من الكسر اللي بيتكون، كسر الوحدة اللي بيتكون منه 7 أجزاء اللي هو 9، لأن 9 لما يتجمع 7 مرات هيديك 7 أجزاء. الخطان المستقيمان يكونان متعامدان، ينتج من التعامد 4 زوايا قائمة، قياس كل واحدة منها 90 درجة. لو أنا رسمت الرسمة دي أو جاب لك الرسمة دي يا ولادي، معناها مستقيمان متوازيان. هنا مستقيمان متقاطعان ومتعامدان. هنا ممكن يجيب لي مستقيمان متقاطعان بالمنظر ده، متقاطعان وغير متعامدان. زاوية التقاطع بتكون حادة أو منفرجة، لكن لما تبقى قائمة بقول متقاطعان ومتعامدان. نقط هو شكل هندسي عدد زواياه 3 زوايا، هو مين؟ المثلث. المثلث شكل هندسي عدد زواياه 3 زوايا فقط. عدد خطوط التماثل للشكل، يعني كم خطة تقدر ترسمه اسم الشكل. ممكن ارسم خط كده وممكن ارسم خط تاني كده بالمسطرة. الخط الهندسي اللي هو خط التماثل او محور التماثل، هو الخط الذي يقسم الشكل الى شكلين متطابقين. يبقى انت كده ممكن تقسم خط بالعرض او خط بالطول، هيديك نفس الشكلين الباقيين متطابقين، يبقى 2 خط تماثل.
المثلث القائم الزاوية به نقط زوايا حادة. المثلث القائم الزاوية يوجد به زاويتان حادتان. يوجد في أي مثلث اتنين زاوية حادة على الأقل. لو جات لك برضو يوجد في أي مثلث عدد كام زاوية حادة؟ أقول له اتنين على الأقل. في المثلث يوجد زاويتان حادتان على الأقل. طيب ده كسر الوحدة اللي كنا بنتكلم عنه يا ولاد من شوية، ده خمس وخمس وخمس يبقى تلات أخماس. 31 على 9 في صورة، عايزين نعملها في صورة عدد صحيح وكسري هو العدد الكسري. نعمل ايه؟ نكتب 9 في المقام زي ما هي. والتسعة في كام قريبة لواحد وتلاتين؟ انت عندك التسعة في تلاتة بسبعة وعشرين، هي الأقرب. بعد السبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين، يبقى أربعة. ناتج جمع 13 على 100 زائد 5 على 100، هنا هنضرب بس المقام في 10، فتبقى 50 على 100 زائد 13 على 100. بنكتب 100 في المقام ونجمع 0 و3 هي 3، و5 و1 6، بقت 63 جزء من 100، 63 جزء من 100. هنختار بقى الإجابة بتاعتنا، ما ننساش نختارها، اللي هي 63 جزء من 100. هنا بيقول لي 4 أحاد و6 جزء من 100، هنا 4 أحاد أهي، وهنا 6 جزء من 100، هنا 6 و4 من 10 هي الكبيرة طبعا، يبقى 6 هي الكبيرة. الكسر العشري الذي يعبر عنه النموذج الآتي، هنا ده بيمثل الجزء من 10 وده بيمثل الجزء من 100. طبعا مفيش خانة أحاد موجودة، الأحاد بتبقى مربع كبير كده وتبقى ايه متجزأ لمربعات ومتقسم كده، تمام؟ فهو مش موجود، اللي هو بتاع الوحدة، اللي هو بيبقى مثلا عندك 10 أعمدة موجودين وكل عمود فيه 10 مربعات صغيرين، هو مش موجود، فيبقى عندك صفر هنا لأن مفيش حاجة في الأحاد. هنا جزء من 10 بيبقى واحد، الجزء من 100 واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، يبقى 17 جزء من 100. عدد الأجزاء من 100 في العدد 31، كم جزء من 100؟ تقسم 31 على إيه؟ على 100، وتشوف عشان توصل الناتج 31. يعني مين العدد اتقسم على 100 يعني؟ عشان يديك 31 تقوم كاتب 31 كده وجنبها صفرين تضربها في 100 يعني. عدد الأجزاء في المئة من 100 في 31 تقول كام؟ 3100. فهمت يا ولاد الفكرة دي؟ يبقى العدد 31 ده ينتج من العدد اللي يتقسم على 100، يديك 31 تقوم ضارب 100 في ايه؟ في 31، فيديك 3100. لاحظ الشكل المقابل ثم اوجد قيمة الضلع الواحد. عندك شكل ثلاثي منتظم اهو، ليه 6 أضلاع قد بعضهم كلهم. عشان تجيب الضلع بتقسم المحيط على 6، يبقى 36 على 6 بيساوي 6 سنتيمتر. يبقى طول الضلع الواحد هتقسم 36 على 6 هيساوي 6 سنتيمتر. مع سارة 27 قطعة حلوى أكلت منها 90، أكلت ما يمثل 90 من قطع عدد القطع، فما عدد القطع الحلوى المتبقية؟ يبقى هي أكلت 90 من الإيه؟ من العدد كله. طيب دي برضه يا ولاد نفس الطريقة، لما تاكل 90 هيتبقى كام؟ هيتبقى 7 أتساع. يبقى أول خطوة أقول 1 ناقص 90 عشان نجيب مين؟ الباقي. الفريكشن الكسر يا ولاد اللي بيعبر عن الباقي، 1 ناقص 90 هيبقى 7 أتساع. طيب يبقى عدد القطع المتبقية، عدد القطع المتبقية تقوم ضارب بقى 27 دي في 7 أتساع، يبقى 27 تختصرها على 9 في 3، 3 في 7 بإيه؟ 21، يبقى 21 قطعة اتبقت معاك. طريقة تانية يا ولاد، ان انت تضرب الاول 90 في 27 هيعطيك عدد القطع اللي هي ايه؟ اللي هي اتاكلت، اللي اكلتها، تمام؟ نعمل الحل الاخر هنا، نقول ما اكلته، ده حل اخر يا ولاد لو انت عايز تحل بالطريقة دي او دي. ما اكلته بيساوي نقول 27 في 90، يبقى 27 على 9 في 3، 2 في 3 ب6، تمام؟ بعد كده تقوم قايل له ايه؟ الباقي اللي هيبقى معاه بقى، هتقوم طارح 6 من 27 هيديك 21 قطعة. نفس طريقة الحل، اكتب 3 قصور مكافأة للـ70. عشان تجيب قصور متكافئة يا ولاد بتضرب البسط والمقام في نفس العدد، تضرب مثلا في 2، 2 في 2 ب4، و2 في 7 ب14، اضرب في 3، 2 في 3 ب6، و3 في 7 ب21، اضرب في 5، 2 في 5 ب10، 5 في 7 ب35. سجل كمال أطول نوعين من النباتات بالسنتيمتر في 4 أيام كما موضح في الجدول، مثل تلك البيانات مستخدما
البيانات بالأعمدة المزدوجة. بتعمل أعمدة مزدوجة، تعمل سطرين كده شبكة بيانية، هذا خط أفقي وهذا خط رأسي. الخط الأفقي أهو، الخط الرأسي فوق، وعايز تعمل أعمدة مزدوجة. عندك النبات الأول والنبات التاني، وعندك الأيام، المجموعات بتنزل تحت والأرقام بتبقى فوق. أنت تعمل هنا المجموعات بتاعتك، تقول هنا أول مجموعة يوم الاثنين، تاني مجموعة الأربعاء، مجموعة اللي بعدها مجموعة يوم الجمعة، بعد كده الأحد. طب قارن بين أطوال نباتات، يعني عندك نوعين من النبات، يعني بنقارن الطول بتاعهم، بنشوف ده طلع كام سنتي، طول قد إيه كل يوم. بنراجع بقى يوم الاثنين والأربعاء والجمعة والحد. في يوم الاثنين النبات الأول كان طوله 5 سنتي وده 4 سنتي، يوم الأربعاء ده بقى طوله كذا 55 وهكذا. فأنت هتعمل إيه عشان تعمل القصور دي؟ لاحظ إن هنا في 55 والكلام ده، وأنت عندك 4، أقل عدد 4 وأكبر عدد اللي هو إيه؟ في 6. فممكن إن أنت تقوم جاي ما تيجي ترسم، يعني هنا 0 تبدأ بإيه؟ 4، تقوم قايل 4 وتزود عليها 5، 54، 4 و3 أخماس، 4 و4 أخماس، بعد كده 5، تقوم قايل برضه نفس الكلام 5 وخمس، 55. طبعا عندك في الكراسة تعمل براحتك المسألة دي، 5 و3 أخماس، 5 و4 أخماس، بعد كده 5 و5 أخماس اللي هي 6، وبعد الستة تعمل ايه؟ 6 و5، اخر واحدة معانا. تمام. تيجي تمثل ازاي بقى بالأعمدة المزدوجة؟ يوم الاثنين هيوصل النبات الاول لحد 5، الطول بتاعه 5 سنتيمتر. الخمسة فين؟ الخمسة موجودة اهي يا ولاد، الخمسة. هتعمل أعمدة مزدوجة بقى، نص عمود كده صغير اهو كده. تمام، زي العمود الأول اهو، التاني هتعمله جنبه لازق فيه اللي هو الأربعة لحد الأربعة اهو. تمام، يبقى ده الأولاني هو اللي يتلون، تسيب التاني. يوم الأربع 55، تطلع من 5 لحد 50، 5 هنا، تقوم طالع هنا 5 وهنا 50 كده. هنا ترسم برضو نص عمود في كراسة الرسم البيان اللي معاك، 55 اهي، وبعديها هنا 54، تيجي عند 54 تحط نقطة كده وتقوم راسم. تلون الأول اللي بعديها يوم الجمعة كان 6، بين 4 و3 أخماس 6 لحد هنا، ادي 6 اهو، وتلونه وهنا 4 و3 أخماس، تقف عند 4 وتطلع لتلات أخماس وتاخد نص عمود مرسوم كده اهو. اليوم الاخير اللي هو يوم الحد كان 6 و5، 6 و5 اللي هي الطول الاخير اللي عندنا، وبعدين نوصل للخمسة اللي هو العمود التاني، ادي 5 اهي يا ولاد، فين الخمسة؟ خمسة اهي. وترسم برضو نص عمود كده، ده بيمثل اخر حاجة معانا. بعد ما تخلص الرسم تكتب على الأفق هنا اليوم، هنا تكتب تحت اليوم، وهنا الطول بالسنتيمتر، وتعمل مفتاح الحل مربع صغير كده، الأولاني تلونه اللي انت لونت الأولاني اللي هو نبات الأول، وده النبات ايه؟ التاني. تمام كده.